هي التظاهرات اللي صارت من قبل المجموعة الطبية اللي طالبوا بالتعيين، وصارت مشاجرات وتضاربات وكثير من الملابسات حول هذه القضية. حكومة محمد الشياع السوداني تتعامل بعنف وقسوة غير مبررة اتجاه المتظاهرين، مشاهد من مجزرة الشواف وإصابات عديدة واختفاء قسري لكثير من الممثلين والخريجين وعمليات اعتقالات وبحث مستمرة بحق الخريجين. عندنا فيديو مشاهدينا عن هذه التظاهرة، خلينا نشوفه. هاي مجزرة بحق الخريجين. حكومة السودان شوف هاي المجزرة. حكومة السودان شوف المجزرة، شوف المجزرة. مجزرة الشعب يضرب بيهم. ناس كبار أولياء أمور في النهضة. مجموعة طبية خريجين. هاي حكومة السودان شفتوها؟ هاي حكومة السودان. لاحظنا الفيديو، لاحظنا الاشتباكات اللي صارت بين القوات الأمنية وبين، لا زال طبعا الفيديو شغال، وكيف صار اشتباك بين القوات الأمنية وبين طلبتنا أو خريجينا خريجي المجموعات الطبية. عندنا ملاحظتين عن هذا الموضوع. القوات الأمنية هي قوات حفظ النظام، وهي هي القانون، هي اللي تحقق الأمن والأمان ببلدنا، والخريجين المجموعة الطبية هم أبناء المستقبل، هم اللي بالمستقبل راح يهيئون تخفيف الألم، تخفيف المرض. عندنا أيضا وزارة الداخلية العراقية تقول انتشر فيديو يظهر فيه ما تعرضت له وحدة حفظ القانون المكلفة بحماية تظاهرة خريجي ذوي المهن الصحية. الفيديو يكشف عن جرح أكثر من 15 منتسب بجروح بعضها بليغة نتيجة اعتداءات البعض من المتظاهرين على أفراد هذه الوحدة المكلفة بحماية التظاهرة، مما تسببت هذه الاعتداءات بالاحتكاك ما بين المتظاهرين وأفراد وحدة حفظ القانون. نتاجاً لهذه الموضوع شكل محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء لجان تحقيقية، وأيضاً طالب بتعيين 57 ألف من خريجي المهن الطبية.